ده جزء من كلمة كابتن بيبو، ويمكن أنا وأنت كريم اتكلمنا في المقدمة عن الموضوع ده وقد إيه حاجة محترمة جدا يعني صحيح. بيقدمها النادي الأهلي. صحيح، رأيك كيف اللي بيحصل ده يا إكسلانس على الصعيد يعني التنمية المجتمعية؟ طبعا كابتن محمود الخطيب قال النادي الأهلي بيحقق بطولات ويهمه الدور المجتمعي، أنا بعتبر إن ده كمان بطولة. الدور المجتمعي النادي الأهلي بيعمله بيحقق بطولة جديدة تضاف إلى الرياضة المصرية، انك ازاي تخرج كوادر. احنا للأسف الفترة اللي فاتت كلها بنعاني ان اغلب العاملين في الوسط الرياضي غير مؤهل ككادر اداري ككادر رياضي، فانك تطلع حد بالتعاون مع الجامعة الامريكية وانك تكون اللي عندك المبادرة والريادة كعادة النادي الاهلي دايما اللي هو اللي دايما بيبص لقدام. النادي الاهلي هو ده، وكما اشار الكابتن محمود الخطيب ان ده كان كمان جزء او من احد بنود برنامج عائله الاهلي اللي كان في الحمله الانتخابيه للكابتن محمود الخطيب ومجلسه مجلس اداره النادي الاهلي، ان كان في بنود كتير جدا حاول مجلس اداره النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها انه يحققها في ظل ظروف صعبه جدا جدا طبعا. اقتصاديا ما كانش حد عامل حساب ان في حاجه اسمها كورونا موجوده، فانك تقدر تحقق كل ده وانك تكون مصمم انك تعمل ده، فده شيء كويس جدا. وفي كمان حاجه لفتت انتباهي، النادي الاهلي بيتحرك في كل اموره الاداريه بنظام مؤسسي ملفات، كل عضو مجلس اداره له ملف ومسؤول. فالنادي الاهلي او الكابتن محمود الخطيب لما اتكلم في الاول نسب الانجاز للمجلس الاداره بشكل كامل وشكل مؤسسي، ثم ما نسيش انه يدي الملف او يعلن عن صاحب المتحرك في الملف هو الدكتور محمد سراج الدين، زيه زي كل اعضاء مجلس الاداره في الملفات الاخرى. لما يكون في شيء او ملف تاني عاملين ليه مؤتمر، فالكابتن محمود الخطيب بيجيب اسم المجلس او باسم النادي الاهلي بشكل عام ويخص اللي عامل على الملف بشكل خاص. النادي الاهلي شايف زي ما يعني الحاجات الكبيره والصغيره ما بتفوتش، عشان كده النادي الاهلي في مكان تاني. النادي الاهلي في مكان تاني لانه بيفكر بشكل مؤسسي. فبنحيي مجلس اداره النادي الاهلي وبنحيي اي حد انه ينتهج هذا النهج او يمشي بالشكل ده او على الخطه دي. فيعني خطوه كويسه جدا يعني.